حلوة مفيش شك، كل حاجة حلوة، ولكن خلوني أرحب بالنجم الكبير كابتن عادل طيب. ازيك يا كابتن عادل؟ وألف مبروك. ألف مليون مبروك. ألف مبروك عليك وعلى كل جمهور النادي الأهلي، حاجة جميلة جدا والفرحة حلوة يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لازم أقول إن في سيمفونية من عائلة الأهلي، سيمفونية وطنية، بداية من مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود ومعاه كابتن حسام غالي، ثم لجنة التخطيط، ثم الجهاز الفني، ثم اللعيبة اللي بيثبتوا إن النادي الأهلي فعلا فريق متكامل، مفيش أساسي ومفيش احتياطي. المنظومة لما يطلع كابتن من شهر ويقول إن أنا المنتخب أولا، دي رسالة وطنية. الخطورة واللي حضرتك اتكلمت عليها من البداية، النادي الأهلي لا قدر الله لو راح النهاردة وكانت النتيجة كبيرة، مين اللي كان هيتحمل هذا الوزر؟ كان الناس المتربصين هيتجهوا على طول للإدارة وللجهاز الفني وللعيبة. لكن عائلة الأهلي دايما طول ما هي متكاتفة وبتتقي الله وعارفة إنها مبادئها هي اللي بتجيب لها البطولات. أيوه. فالمبدأ بتاعي إن أنا ما بفكرش في نفسي، أنا بفكر في بلدي نمرة واحد، ثم بفكر في النادي بتاعي، رغم ان انا في مهمه رسميه تحمل اسم افريقيا واللي بيمثلها النادي الاهلي. وبالتالي ربنا كافئنا النهارده بالاداء الرائع من الجهاز الفني ومن اللعيبه ومن الاداره. الاداره ما هربتش، الاداره موجوده مع الفريق. كابتن الخطيب راح يستقبلهم وهم طالعين الاتوبيس علشان يروحوا للملعب. كل الامور دي يعني امور بتقول ان النادي الاهلي كبير بمبادئه وبقيمه طبعا، وقبل ده وده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، ثم بجهد الاداره، ثم بجهد الجهاز الفني اللي ما بيسمعش لكل ما بيقال، هيمشي هيقعد، ده ما بيفهمش، ده ما بيعرفش، وبيحاولوا ينالوا من النادي الاهلي من طريق موسيماني. انا بضرب في موسيماني علشان الإدارة تمشيه، فطبعا متى ما أنت مشيت المدير الفني طبعا ده مش هيحصل، لأن الإدارة على طول بتبقى واقفة مع المدير الفني لنهاية المشوار بتاعه. النهاردة السيمفونية دي اللي اتعملت معجزة من عند ربنا سبحانه وتعالى. أنت النهاردة بتلعب الديفندر أفشة، حد يتخيل كده؟ يعني أفشة مع ديانج، مع ولد لسه صغير المغربي، مع اولاد كانوا طالعين من كورونا، مع 14 15، مش عايز اعيد الكلام اللي اتقال من اول الحلقه. لكن الراجل الحقيقه النهارده كابتن لعب بشكل، انا كراجل يعني بشتغل في المهنه دي بقالي فتره كبيره، الراجل لعب بطريقه متوازنه دفاعيا وهجوميا، بيدافع كويس قوي وبيهاجم كويس قوي. بتبص تلاقي حسين الشحات بيسقط مع هاني، وبتلاقي عبد القادر بيسقط مع علي معلول، ومجرد الكرة ما بتتاخد هو عارف ان الباكين عندهم فيهم ضعف وفيهم ثغرات، بيخلي طاهر ما بيستلمش من العمق، بيستلم من ورا الظاهرين، وبعدين بيقف عليها لحد لما حسين الشحات يجيله، زي ما احنا شفنا الكرة اللي لعبها لحسين الشحات، وطبعا كانت انفراد وضاعت، وطاهر في كورتين يعني انت في خلال ربع ساعه كان ممكن تجيب 4 تجوال مظبوط في الشوط الاولاني. فالراجل لعب بطريقه متوازنه جدا ما بين الدفاع وما بين الهجوم، وده اللي انا كنت بتمناه.